وفد بلارن ايه او هجامين ايه وزيرك وزارة داريماها قدا ايه حكومة الصومالية اسلامارك ايسينا اي كو اهلين ايين وزيرك وزارة دا وحبرشادة الصومالية ايه سيدو كلي وزيرك امنيقا ايه حكومة الصومالية ايه وحا يسو غارين قدا ها مقالة الجوهر اما شاه وفد قاني ايه وحا ايه كو سليسان تهاي قلافك امرك ايسي كده حلوسان سياسيين تا دولة دولات كهير شوي لي ugu horeen waxa saxaafada la hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makran waxa uu na sharaxaad kooban ka bixiyay imaanshaha wabdigaani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أنا دي أبو فرح سنة مفتي بلارة مصول داري قربتا قاسمة دا عن قبلات كير شبيلة قبل كار شبيلة إن أدي هذا جنسو نوي هنا أنا أبو فرح سنة ما شدينا يمارت بوح شرع نووت منين جنسو دو هذا وحمل هذا البنى نوفره لكن واحد لنا شو دو هذا جوهر إلين كاسي في عام شيء أكيد بنتين هذا ونور حبيبي شنو هذا اللي نبي هو هو نور دي مانيا على كثير اللي برشة هذا نور نور دي مانتاي ملك هذا نور فرح سنين عند شو بيرتين أنت أكيد بوحى صحافة الله هدلي وزيرك وزارة وحبرشة هاي حكومة الصومالية وأنا مركي يقول رئيسي أي مادان وفدي كالسعودة دولة فدرالك هي الصومالية تن أي مركي قلافك وصودح قلي مسؤولين تهير شويلة sinta waxa ku banaahay hay'adda Saudi wasiirka arrimaha gudaha wasiir Ducaale iyo wasiirka waxbarashada Cabdi Rahmaan muqdisho qannimi waxa farxadnu ah inaan saawax ka soo boqono xarunta amniga gobolka Hirshabeelle amarka koowaadana waan imi aad baan u faraxsanahay hadal aan noo raaway baritaan weyn soo geyna ujeedada safarka ku xawii inaan dadka deegaanka dhaqan waa xasaasadba aanu aragno wala sheekaysano gaana dadkan aanu aragno intaas uu weeyey marka ila ay caawo joogina ila iyo brito wa sheekaysanayna way sarkayna magaalada dadkan waa barnayna aad aad baan ugu farxsanahay ee soo dhaweynta wanaagsan iyo sheekada qabashay dhammaantii magaalada wanaagsan wanaagsan Cali Talya Abdi Star TV Jawhar